بسم الله الرحمن الرحيم. هناك صورة ذهنية سيدنا عن التصوف بسبب ما قامت به التيارات سواء المتطرفة ما يسمى بالسلفية أو حتى التيارات الحداثية، أظهرت التصوف في صورة الانسحاب من الحياة والبعد عن صور تفاعل مع حياة الدنيا. قد يكون أسهم فيها أن في نمط من السادة الصوفية بالفعل كانوا منعزلين، أو حتى الخلوات بنوا بعض الخلوات واشتهر عن بعضهم الاختلاء أو العزلة أو كذا. السؤال، هل هذه الصورة الذهنية إحنا بصدد تغييرها أو نستطيع أن إحنا نغيرها بشيء عملي؟ وإيه هي رسالة التصوف في وقتنا المعاصر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه مع الصحابة جبريل، ولما انصرف قال: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فسأله عن الإيمان فأجابه فصدقه، فعجبنا كيف يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن أشراط الساعة ومتى هي، فأجاب على هذه الأسئلة الأربعة. أخذ المسلمون هذه الأسئلة من حديث جبريل الذي جاءنا يعلمنا أمر ديننا، وجعلوها مدخلا لتصنيف العلوم. وتصنيف العلوم مرتبط ارتباطا كبيرا بعلم المكتبات، كيف نصنف المكتبة وكيف نبنيها ونجعلها ميسرة في الحصول على المرجع وفي إرجاعه مكانه مرة أخرى، مثل شأن ترتيب الصيدلية. فترى من يقوم فيها دكتور الصيدلي يده على الدواء مباشرة، إذن فهناك سر. لا يمكن أن يكون يحفظ 25,000 عنوان ويكون بهذه الدقة السريعة. هناك مفتاح وهو التصنيف، وكذلك كان عند المسلمين هذا التصنيف. وظل المسلمون يؤلفون في التصنيف المكتبي بناء على التصنيف العلمي بناء على حديث جبريل. فاجعل هناك علوم العقيدة وعلوم الفقه وأصلوه فجعلوا له أصلا، وقعدوه فجعلوا معه القواعد، وعلوم التصوف. فالتصوف علم، ولكنه يتكلم عن القلب وأعماله، ويتكلم عن الترقي في طريق الله سبحانه وتعالى، ويتكلم عن تصفية النفس. ولكن طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فكل شيء يذهبون به إلى الكتاب والسنة من أجل أن يلتزموا بما فيها. الهجمات التي حدثت وستحدث وهي في ذروتها لم يستطع أهلها أن ينكروا هذا المتفق عليه. فرأينا ابن تيمية رحمه الله تعالى لما مات دفن في مدافن الصوفية، وهو إلى الآن في مدافن الصوفية، وهو يؤلف كتابا لطيفا في هذا المعنى، وهو التحفة العراقية. والتحفة العراقية كلها تصوف. وتلميذه ابن القيم، وهو الذي ينتصر له بكل وسيلة، ألف مدارج السالكين، شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين.
وهو من الكتب الموغلة في التصوف، وصار كتابه أكبر كتاب يشرح ذلك الكتاب الذي هو أس التصوف ووضعه. وكان سيدي الشيخ أحمد بن الصديق الغماري يقول: أعلم من كتب في التصوف ابن القيم. فابن القيم عندما ألف هذا وألف معه أشياء، هذه الأشياء الكثيرة قد لا نرشد إليها لما فيها من خطأ وخطل في العقيدة، مخالف بذلك جمهور الأمة وأهل السنة، لكن في التصوف كتب كتابات عميقة عجيبة غريبة، وحفظ نصوصا لم تصل إلينا ولا نعرفها إلا من قبيل ابن القيم. فابن القيم رحمه الله تعالى لما ألف هذا الكتاب كأن التصوف قد أرغمه، كأن التصوف قد وجهه، لأنه متفق عليه. ولما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى ورأى علماء القصيم يتعلقون كثيرا بكلام ابن تيمية وإن لم يكن عندهم معتمد، لأن علماء القصيم لا يعتمدون ابن تيمية في الفقه، يعتمدونه في العقيدة لكن في الفقه لا. فأتى بأحد العلماء يتتبع المخطوطات في الأرض وأعطى له يعني مالا كثيرا من أجل هذا العمل حتى نجمع جميع ما تحت أيدينا لابن تيمية رحمه الله. وذهب الرجل وبذل جهدا خرافيا عبد الرحمن القاسم وجمع 35 مجلد، طبعتها له المملكة وجعلوا لها فهرس في جزئين، وأصبحت المجموعة 37 مجلد، 35 نصوص واثنين تانيين من كده، وسماها مجموعة الفتاوى الكبرى لابن تيمية أو شيء من هذا القبيل. عبد الرحمن القاسم يسمي الجزء العاشر التصوف، يعني التصوف الذي ألفه ابن تيمية. فإذا يعني بلاش العبط، لأن العبط له نوعان: بسيط رأ واحد كده ومشالتت، العبط المشالتت ده بلاش منه، هجوم هستيري على التصوف من أجل القضاء على الركن الثالث من التصنيف العلمي الإسلامي كما علمهن جبريل، يبقى عبط مش شلت، لأنه هو لا يقصد هذا، هو يقصد مجموعة متخيلة من البدع والانحرافات والمخالفات، هو يحاول. طب ما ترد على المخالفات زي ما انت عايز، وترد مثل ما بترد على البدع بتاع الطواف او بتاع السعي، لكن اوعى تنكر الطواف والسعي او تطلب ايقافهم، هذه مصيبة. اذا التصوف باقي الى يوم القيامة، وهو التقسيم العلمي والذي له دليل والذي له في كل كلمة منه سند متصل بتفسيرها من لدن سيدنا النبي إلى الصحابة إلى التابعين إلى الأئمة المتبوعين. ولد هذا عند الصوفية طريقة للتفكير، فرأينا المقدسي وهو يؤلف صفوة التصوف، ورأينا الحكيم الترمذي قديما وهو يؤلف نوادر الأصول، أتوا فيها بأسانيد التصوف بالسند المتصل. ورأينا
القشيري ورأينا أيضا الغزالي ورأينا عبر التاريخ حتى استقام الأمر. حديث البخاري، في البخاري يعني خلاص، أول ما نقول البخاري نسلم بصحته على ما جرى عليه أهل الإسلام. ليه؟ لأن البخاري لم يؤلفه البخاري، ده ألفته الأمة، أمة 70,000 كانوا يقرؤون على البخاري، مسكوا بحثوه كلمة كلمة وحرف حرف فاعتمدوه. البخاري يا عيني مات والكتاب بتاعه شغال، لأنه كتاب الأمة. في البخاري إن سيدنا أبو بكر مع سيدنا الكبير صلى الله عليه وسلم ماشيين، راحوا لأم معبد، فأم معبد يعني ما عندهاش حاجة، ما فيش حاجة للضيافة. فالنبي عليه السلام مسك شاهة تموت كده خلاص، هي يعني يومين وتموت لأنها مش لاقية تأكل، ومسح على ضرعها فامتلأت لبن. فالست واخدة بالها، الله ده معجزة دي، هو بيعمل ايه؟ زي حليمة السعدية واللي حصل لها لما شافت الآيات تطرى حولها. فحلبوا الشاه، يقول أبو بكر، فشرب حتى رويتوا، يعني سيدنا بيشرب وهو بيشبع. أم الصوفية خدوا منها وتتبعوا، هو في حاجة زي كده؟ فبقى المشايخ مع بعضيها يعملوها، واحد يشرب بنية انه يشبع اخيه فيشبع. فقالوا عليه، قالوا الله دي حاجة كويسة، ده في حاجة احنا مش شايفينها، لسه العلم ما توصلش اليها، يبقى يتوصل على مهله ومش مانع. او الله يعني هل هناك ريز ولا ويفز ولا فوتونز بتصدر من البطن للبطن التانية؟ ما تشوفوا، شوفوا ايه اللي بيحصل. لكن ده اللي حصل، حادثة عايزين نفسرها. ومن التاني النابتة ده يقول ايه؟ لعله خطأ، يخرب بيت الكفر والمشركين، لعله خطأ ازاي يعني؟ ده البخاري، ده اللي أراه ابن مالك، وأراه على اليونيني، أراه على ابن مالك في حضرة 70 عالم في دمشق، فسميت النسخة باليونينية، يعني نسخة محررة غاية التحرير. أم العبيط الله طل، ما هو حاجة بقى حاجة فوق الوصف، يقول لك إيه إزاي ده؟ هو البخاري مات إمتى؟ وإن اليونيني مات إمتى؟ والله ده في غياب، ده غايب عن عقله وعن الدنيا وعن اللي فيها. طب مش ترد عليا بدل ما تشتمني؟ لا هشتمك بدل ما ارد عليك، ولا ليها حل. قالوا لسيدنا علي، ايه اصعب حاجة عليك يا امام؟ قال تفهيم من لا يفهم. ايه ده؟ عايز تفهم تعالى بقى ادرس عندنا، هنفهمك من اولها لاخرها. لكن في التلفزيون على عينك يا تاجر، وعايزنا افهم، افهم ايه؟ طب انت هتفهم ولا مش هتفهم؟ طب البخاري كتاب الامه، مش فاهم يعني ايه كتاب الامه؟ ودي نسخة اليونانية اللي قرأت على ابن مالك، ولا يعرف ابن مالك ولا ابن عمر. طب ماشي خلاص، مالكش دعوة بينا بقى،
زهقتنا. فشرب حتى رويته. ايه ده؟ التاني مش عايز يفهم كده، كأنه ينكر الكرامات بالرغم انهم لا ينكرون الكرامات ويقرونها، كأنه يعني يستكثر هذا الفهم، كأنه يخاف، خايف علينا نضل يا عيني. لحسن يعني واحد يجي يقول على فكرة أنا شبعت فيضحك علي وتصبح المسائل ما هيش مظبوط. يا أخي التهب نفسك، يا أخي عيش مع روحك. فالمهم إن إحنا يا شيخ مختار التصوف في طريقه بيزداد يوما بعد يوم إيضاحا واستدلالا وكذا. إحنا لما بحثنا عن كل مؤلف في كلمة الشاذل، كان واحد بيسألنا بيقول لنا هو الشطبي ليه طريقة، هو الجزري ليه طريقة. احنا عملنا مين المؤلف اللي فيه كلمة الشاذلي، فطلعت 14,000 بطاقة. 14,000 بطاقة دي لقينا الافراد مكررين، طيب خليهم الكتب بس، فطلعوا 4,500 كتاب. فصنفناهم، دول بتوع قراءات ودول بتوع تفسير ودول بتوع فقه ودول بتوع اصول ودول بتوع لغه من الشاذليه. فدي الامه، ده الميراث اللي ورثناه عن الامه، ده طريقه الترتيب المظبوطه عن الامه. فاذا ما يعني اتى هؤلاء من اجل ان يهدموا كل هذا البنيان العلمي الرصين فإنهم لن يستطيعوا. فاطمئن، ونحن الآن في أدوار متقدمة جدا في خدمة هذا المعنى.